أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من برنامج زوايا الحدث، نخصص الحلقة لمناقشة التحركات السياسية للحكومة الشرعية والدعوات الأخيرة من قبل سفيري الولايات المتحدة الأمريكية ونظيره البريطاني بضرورة العودة إلى طاولة المفاوضات. تسعى الشرعية إلى تكثيف جهودها الرامية للسلام من خلال مجموعة من اللقاءات التي يجريها وزير الخارجية عبد الملك المخلافي. هذا الأخير أكد في تصريحات مع نظيره النرويجي أن الحكومة حريصة على إحلال السلام وفق المرجعيات الثلاث المتفق عليها. تصريح المخلافي كانت قد سبقته دعوة من قبل سفيري الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا شددا فيها على ضرورة العودة إلى طاولة المفاوضات والتخلي عن الخطوات أحادية الجانب. وبالنظر إلى ما سبق يبدو بأن الشرعية تسعى من خلال تحركاتها الأخيرة إلى فضح موقف الميليشيا أمام دوائر صنع القرار الدولية وكسب مزيد من التأييد والدعم لمواقفها ونيتها الواضحة في الخلاص من الانقلاب. ليبقى الخيار النهائي مرهون بمدى استجابة الميليشيا لجهود السلام أو الاعتماد على الخيار العسكري لإعادة بسط سلطة الشرعية على كافة الأراضي اليمنية. سنناقش هذا الموضوع في محورين: ما الذي يمكن أن تحققه تحركات الشرعية أمام تعنت الميليشيا وتصعيدها الأحادي؟ ووفقا لذلك هل ما يزال خيار السلام قائمة؟ قبل البدء في مناقشة هذا الموضوع نتابع وإياكم هذا التقرير. من الجمود الذي فرضه تعنت الميليشيا أمام فرص السلام المهدرة تحاول الشرعية تعزيز جهودها الرامية للسلام من خلال مجموعة من اللقاءات التي يجريها وزير الخارجية عبد الملك المخلافي والذي أكد في تصريحاته الأخيرة مع نظيره النرويجي أن الحكومة حريصة على إحلال السلام وفق المرجعيات الثلاث المتفق عليها. تصريح المخلافي كان قد سبقه دعوة من سفيري الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والتي دعت إلى ضرورة العودة إلى طاولة المفاوضات والتخلي عن الخطوات أحادية الجانب، لكن هذه الدعوات تظل من طرف واحد بعد أن صمت الميليشيا آذانها أمام مساعي المجتمع الدولي وجهود المنظمة الأممية ومبعوثها الخاص الذي يبدو أنه وصل إلى طريق مسدود من خلال مجمل لقاءاته الأخيرة مع وفد الميليشيا. وبالاعتماد على ما سبق يبدو أن الشرعية تسعى من خلال جهودها الأخيرة إلى فضح موقف الميليشيا أمام دوائر صنع القرار الدولية وكسب مزيد من التأييد والدعم لمواقفها ونيتها الواضحة في الخلاص من الانقلاب. يبقى طريق الخلاص مرهونا بمدى استجابة الميليشيا لخيارات السلام أو الاعتماد على الخيار العسكري في إعادة بسط سلطة الشرعية على كامل الأراضي اليمنية، وذلك ما يتجلى بوضوح من خلال موقف الحكومة الشرعية التي باتت تكثف من تحركاتها السياسية والعسكرية بشكل متوازي. إذن أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، وأرحب لمن انضم لنا الآن من القاهرة الكاتبة والمحللة السياسية ميساء شجاع الدين. مساء الخير أستاذة ميساء. أهلا فيك. أهلا بكم أستاذة ميساء. في البداية هناك تحركات كثيرة أجراها وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي، آخرها كان لقاء بوزير الخارجية النرويجي. في هذا اللقاء أكد على أهمية فرض السلام، برأيك ما الذي يمكن أن تخرج به هذه التحركات بالنسبة لخيار السلام بين قوسين؟ خيار السلام أعتقد أنه بعيد، لأن كل طرف بعد تشكيل حكومة للحوثيين ونقل البنك لعدن صار الآن كل يعني في تعميق للانقسام في البلد ما بين الشمال والجنوب، وأعتقد أن الحوثيين ليس مستعد لتقديم تنازلات لأنه في النهاية هو لا يخسر شيئا من استمرار الحرب. هو مسيطر على الشمال بيتحكم فيه، وهي حركة ليست لديها مصالح مع العالم، لا تهمها العزلة الدولية كثيرا، وهي متعودة على هذا الوضع، يعني وضع الحروب. هي ميليشيا أصلا كبرت ونمت أثناء الحروب. إضافة أنه في كمان في على الطرف الآخر هناك مجموعة صارت مستفيدة من استمرار الحرب على من طرف هادي، يعني خصوصا بعد يعني أنه أي اتفاقية ممكن تضر مصالحهم، لأنه في أطراف في أشخاص مثل هادي شخصيا ممكن يتم إقصاءه.
طيب أرجو أن تتفضلي بالبقاء معنا أستاذة ميساء. ينضم لنا أيضا من الرياض الصحفي السابق في رئاسة الجمهورية السيد مختار الراحبي. مساء الخير أستاذ مختار. أهلا وسهلا بك ومساء الخير عليك وعلى المشاهدين وعلى ضيفك الكرام جميعا. أهلا بكم أستاذ مختار. في البداية، هذه التحركات التي يجريها وزير الخارجية عبد الملك المخلافي، هل تأتي ضمن خطة معينة من قبل الحكومة أم أنها مجرد لقاءات بروتوكولية؟ طبعا الرئيس الجمهورية كان قد سلم المؤسسة الدولي ملاحظات على خارطة ولد الشيخ التي قدمها، بالتالي التحرك طبعا يأتي في هذا الإطار، في إطار العمل على بلورة هذه الملاحظات، وأيضا يأتي في إطار يعني حرص الحكومة على المسار السياسي، وأنها بالفعل يعني تبحث عن إنهاء الأزمة اليمنية عن طريق السلم. لكن للأسف الشديد الطرف الآخر هو الذي يرفض التعاطي بإيجابية مع المسار السياسي والسلمي، ويعني يجنح دائما إلى الحرب، ولأنها جماعة مسلحة قامت على الحروب، يعني عمرها الجماعة العلم هي عمرها 12 عام وخاضت أكثر من 25 حرب، منها 6 حروب مع الحكومة وحرب مع الشقيقة المملكة العربية السعودية وحروب مع القبائل مع المحافظات. بالتالي هذه الجماعة لا تريد السلم ولا تبحث عن السلم، بالعكس هي تعكر صفو الانطلاق نحو عملية سياسية يكون نهايتها إنهاء للأزمة اليمنية وإنهاء للحرب القائمة في اليمن. بالتالي تحركات وزير الخارجية تأتي من منطلق أنه هناك حرص حقيقي من قبل الحكومة اليمنية الشرعية على إنهاء الأزمة اليمنية عن طريق يعني عن طريق الملف السياسي وإنهائها بطرق سلمية وسياسية، وبالتالي يأتي هذا الإطار لالتقاء السفير البريطاني والتقاء سفراء كثير من الدول، يأتي في هذا الإطار لدعم عملية السلام وتعزيزها، وحتى بالإمكان الذهاب إلى مشاورات سياسية قادمة، لكن وفقا للمرجعيات وفقا للملاحظات التي تم تقديمها من قبل الحكومة اليمنية، لأنه كان في السابق تم تقديم مبادرة أعتقد أنها كانت فيها نوع من يعني كانت المبادرة التي تقدم بها جون كيري أو المبادرة أو الخارطة التي تقدم بها إسماعيل الشيخ أحمد كانت منحازة بشكل كبير جدا لطرف الإنقلابيين، بالتالي كان هذا رفض الحكومة لها يأتي من هذا الجانب، وإلا فالحكومة حريصة وتريد أن تنهي الأزمة اليمنية عبر الطرق السلمية والسياسية. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا. أعود للأستاذة ميساء شجاع الدين. بحسب كلام الأستاذ مختار وهو مستشار لوزير الإعلام، الحكومة حريصة على إحقاق أو تحقيق السلام على الأرض. هناك الكثير من الملاحظات التي قدمتها الحكومة لإسماعيل ولد الشيخ لخطته التي وصفت من قبل كثيرين ومن ضمنهم الحكومة والرئاسة حتى أنها منحازة للإنقلابيين. وفقا لهذه المعطيات أستاذة ميساء، ما هي الرؤية السياسية أو كيف تقيمين الرؤية السياسية للشرعية؟ طبعا الشرعية هي خسرت كثير أثناء الفترة الماضية بسبب أدائها الضعيف، وهذا يعني أخسرها كثيرا سياسيا على المستوى الدولي والمحلي، لكن يعني أتصور هو طبعا أي مكسب سياسي أي تسوية سياسية هي ستدمج الحوثي، والحوثي إذا ظل هو طرف منظم والأطراف الأخرى غير منظمة سيظل الطرف المنظم هو أكثر قدرة على أنه يكسب على المدى البعيد، حتى لو خسر قليلا على المستوى العسكري. لكن الحكومة محتاجة أنها ترتب أوراقها من جديد، أنها تعيد النظر في سلوكها سواء من حيث التعيينات سواء من حيث تعاملها مع القوى اللي بالداخل، القوى اللي على الأرض، قوى المقاومة في المناطق بالذات اللي هي في الجنوب في التعز في مارب، لابد من إعادة صياغة لهذه العلاقة. فأتصور أن الحكومة محتاجة للالتفات أكثر للملف الداخلي لتقوية وضعها خارجيا، لأن كل ما وقوي وضعها الداخلي كل ما صارت أقوى أمام الطرف الدولي في أنها تتحدث عن فرض تسوي أو شيء من هذا القبيل. طيب ما الذي تحتاجه لي يعني تقوية وضعها في الداخل حتى ترضي أو يعني تجيب على تساؤلات الخارج فيما يتعلق بالوضع في اليمن وتقوي بذلك موقفها السياسي؟ مثل ما قلت لك يعني أدائها لابد أن يكون أقل فساد يعني من حيث ماليا أو من حيث التعيينات، لابد أن يكون حاضر أكثر، يعني يكون في تحسن أكثر في أدائها في عدن، هذا مهم جدا، أنها يكون في عندها تنسيق جيد جدا مع القوى المحلية الداخلية،
سواء في المحافظات الجنوبية أو في تعز ومعرب. هذه الأشياء الثلاثة اللي ممكن أنها من خلالها تقدر تنسق وتكون وضعها أفضل تجاه المجتمع الدولي. أنا ما بتكلمش مثلاً أنها تحاول تنسق مع قوى المعارضة داخل المناطق الحوثي، لأنه هذا فيها مخاطرة للأشخاص اللي داخل المناطق اللي بيسيطر عليها الحوثي. لكن في أشياء أسهل من كذا ومقدورها أنها تعملها لو في نية وإرادة سياسية. طيب في حال ما يعني وصلت هذه الأمور أو المساعي من قبل سواء ولد الشيخ أو من قبل من يبحث عن مفاوضات في هذا الوقت، هل ستكون يعني سيكون خيار العودة للمفاوضات مجدي من وجهة نظرك لليمنيين عامة؟ أشك أن المفاوضات ممكن تنجح حاليا. الحوثيين محتاجين لأنهم ينكسروا عسكريا، صعب أنهم يخرجوا من صنعاء بتسوية، يعني هذا أمر مستبعد بشكل كبير، وخصوصا مع مرور الوقت الحوثيين تعودوا على هذا الوضع وتكون عندهم اقتصاد حرب وصار وضعهم مريح بالنسبة لهم، لم يعودوا متعجلين لهذه الفكرة. الآن بنشوفهم بيغيروا بمناهج التعليم، هذا تصرف طرف ليس لديه النية أنه يترك الحكم قريبا أو يشارك بالحكم مع طرف آخر. فأتصور أنه أي محاولة للتفاوض أنها صعبة أنها تنجح حاليا إلا إذا حصل تغير في موازين القوى العسكرية. إذن يعني مثلا نعم تفضل يوسف. لا خلاص تفضل. يعني مثلا لو حصل تغير سواء على جبهة حوالين صنعاء أو حصل تغير في الحديدة، هذه برضو نقطة مهمة بالنسبة للحوثيين. الحديدة لو خسروها هذا ممكن يخنقهم، أو حوالين صنعاء يعني هذا ممكن يقلقهم. لكن غير كذا الحوثيين واضح أنهم متعايشين مع هذا الوضع، خلاص خسروا الجنوب نهائيا وتعز صارت حال يعني في منطقة حرب مزمنة، هذا أمر ما عندهمش مشكلة فيه وصاروا متعايشين مع وضع المعارض خارج السيطرة. إذا أشكرك الأستاذة ميساء شجاع الدين الكاتبة والمحللة السياسية، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. وأعود إلى الأستاذ مختار الرحبي معنا من الرياض. أستاذ مختار، يعني هل يعني خيار السلام ما زال بالنسبة للحكومة قائم؟ يعني الحكومة لابد أنها تكونت لديها الكثير من وجهات النظر حول جدية الحوثيين، وخاصة أن هناك ليس هناك تقدم عسكري كبير كما طرحت الأستاذة ميساء شجاع الدين حتى ينكسر الحوثيون ويستجيبوا لنقاط قوة الحكومة الشرعية في مثل هكذا مفاوضات. هل يعني ترى الحكومة أن السلام ما زال واردا، المفاوضات مجدية؟ أولا بالنسبة يجب علينا أن نعرف أن لدى الحكومة الشرعية مسارين. المسار الأول هو مسار عسكري يقوم به الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، وكذلك بدعم مباشر من التحالف العربي. أيضا لدينا مسار آخر وهو المسار السياسي والقائم على أسس ومرجعيات واضحة، منها المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية وكذلك القرار الدولي 2016 وأيضا مخرجات التحالف الوطني. بالتالي كلا المسارين يعملان على الأرض. المسار السياسي ما تزال هناك جهود من قبل الأمم المتحدة ومن قبل المجتمع الدولي، وهناك حرص كثير من قبل الحكومة على أن تنتهي الأزمة اليمنية، لأن الذي يريد أن تستمر الحرب. لا أعتقد أن هناك رجل وطني سوي في اليمن يريد أن تستمر الحرب، غير تجار الحروب الذين يستفيدون من الحروب والذين يجنون أموال طائلة، وعلى رأسهم طبعا ميليشيا الحوثي الذي تضخمت أموالها وأصبح المشرفين والقيادات أموالهم متضخمة لدرجة كبيرة جدا، أصبحوا تجار للمشتقات النفطية ولكل شيء في اليمن تاجروا فيه. بالتالي المسارين يمضيان، فأيما المسارين تعثر فبالتأكيد أن المسار الآخر سيقوم مقامه. من يتحدث أنه ليست هناك انتصارات، بالفعل هناك يعني في الفترة الأخيرة لم يحصل هناك انتصارات كبيرة كالتي حصلت من قبل أثناء تحرير المناطق الجنوبية وكذلك معرفة المناطق، وهذا طبعا لعوامل كثيرة منها التضاريس الموجودة في المناطق الشمالية، وأيضا لأننا نواجه جيش دولة وأموال دولة وحشد كبير من قبل الميليشيات الانقلابية وميليشيات عبد الله صالح. بالتالي الحكومة حريصة على أن تنتهي الأزمة في، وكذلك حريصة على أنه في حال فشل المسار السياسي أن تستمر في مساعيها لاسترداد الدولة واسترداد كافة المناطق والمحافظات التي سيطر عليها الحوثي بعد الانقلاب الذي قام فيه في 21 سبتمبر. لا مجال أن تتراجع الحكومة ولا مجال أيضا أن تسقط حقوقها في استرداد الدولة، إما عن طريق المسار السياسي عبر الأمم المتحدة والمجتمع الدولي أو عبر الأرض
عبر الابطال المتواجدين في ارض الميدان، في مارد، في ديوب، في المناطق الجنوبيه، في سعد، في البيضاء، في كل المناطق. الجميع يواجه هذه الميليشيات، الجميع تضرر من هذه الميليشيات التي تقتل في اليمني ولم تفرق لا في الشمال ولا في الجنوب، بالتالي عدونا اصبح واحد، وهذه الميليشيات اقترفت من الجرائم ما يجعل من جميع ابناء الشعب اليمني يواجهها ويرفض كهنوت وعوده الرجعيه الى اليمن لتحكم. لكن هناك من يطرح تساؤلات كثيره استاذ مختار حول يعني في خضم هذا التحرك السياسي الكبير على مستوى اليمن، يعني تحركات ولد الشيخ ومساعي الحكومة، وأيضا مع وجود مسار عسكري تفضلت بالحديث عنه، هناك علامات استفهام حول نوع من الأرضية الصلبة التي يجب أن تتكئ عليها الحكومة، وهي الوضع في الداخل. إلى الآن يعني المساعي التي تقوم بها الحكومة بهذا الخصوص لا تساوي أو لا توازي ما يجب أن تقوم به حتى تتكئ على أرضية صلبة خلال حديثها سواء مع الأطراف الدولية أو الأقليمية حتى. سيدي العزيز، الحكومة تعمل منذ عامين بدون أي ميزانية، ولا يوجد لديها ميزانية تستطيع أن تتحرك من خلالها باستثناء يعني دعم من الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي، وهذا الدعم طبعا لا يكفي لحل كافة المشاكل. نحن نعرف أن عدن غارقة بالمشاكل، نحن نعرف أن مارب تحتاج إلى خدمات وتحتاج إلى مزيد من الدعم لأنها تحتضن أكثر من مليون مواطن في محافظة مارب، بينما كانت يعني الأعداد بسيطة جدا التي تعيش في محافظة مارب. أيضا الجوف بحاجة إلى دعم، تعز بحاجة إلى دعم، بالتالي الحكومة بالفعل تتحرك ببطء لأنها لا يوجد لديها ميزانية، لا يوجد لديها أيضا، لم يتم استئناف بيع وتصدير النفط، بالتالي هي ما تزال هناك قصور في حقيقة الأمر. لكن الحكومة، تواجد الحكومة طوال الفترة الماضية في الداخل، تواجد رئيس الجمهورية في الداخل، تواجد نائب رئيس الجمهورية في الداخل، كل هذه عوامل طلبة وعوامل أرضية يمكن أن تتحرك من خلال الحكومة، لأنه بالسابق كان الجميع يتحدث عن حكومة الفنادق وأن الحكومة لا يمكن أن تتحرك لأنها عايشة في فنادق الرياض. الآن الحكومة موجودة على أرض الواقع، رئيس الجمهورية موجود على أرض الواقع، نائب رئيس الجمهورية موجود على أرض الواقع، بالتالي هذه كلها فقط يمكن أن تحل ولو جزء بسيط من الإشكاليات التي يعاني منها المواطنين في المناطق المحررة. بالتالي أنا أعتقد أن استمرار الحكومة في الداخل سيعزز من تواجدها وسيعزز من حل كافة المشاكل التي تعاني منها، بالتالي أنا أعتقد أن الفترة القادمة ستكون بمثابة فترة جيدة للحكومة تستطيع من خلالها القرب من المواطن، حل مشاكل، التماس المشاكل التي يعاني منها المواطن في هذه المناطق المحررة. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا أستاذ مختار. ينضم لنا من العاصمة الأردنية عمان المحلل السياسي الأستاذ عبد الناصر المودع. مساء الخير أستاذ عبد الناصر. مساء الخير، أهلا بكم أستاذ عبد الناصر. إذا ما بدأنا بتقييم لأداء السلطة الشرعية فيما يخص جهود إحلال السلام، سواء كانت هذه الجهود دبلوماسية سياسية إلى آخره، يعني عندما نقول جهودها ماذا نقصد؟ يعني نقصد تعاملها مع المبادرات، تعاملها مع المفاوضات. السلطة الشرعية كما هو معروف مواقفها حسب ما تعلن بأنها تريد تطبيق قرار مجلس الأمن والمرجعيات للسلام، وطبعا هذا الموقف ينظر له الكثير من المراقبين وأيضا الدول الغربية بأنه موقف جامد ومتصلب وبأنه لا يخدم العملية السلمية، لأنه لا يمكن عمليا تطبيق قرار مجلس الأمن، لأن تطبيق قرار مجلس الأمن يعني استسلام وهزيمة الطرف الآخر الذي هو في وضع عسكري ليس سيء ولا يجبره على الاستسلام، يعني هذا بشكل عام. ولهذا أتت المبادرة أو ما تسمى خارطة الطريق لولد الشيخ، والتي هي خروج عن المرجعيات وتحديدا فيما يتعلق بسلطات الرئيس وتسليم الأسلحة بالشكل الذي طالب به قرار مجلس الأمن، وهو الأمر الذي أيضا رفضته الحكومة ونظر لها أو الدول الغربية تحديدا. أتكلم هنا عن مواقف الدول الغربية، نظرت إلى أن
موقف الحكومة غير متعاون كما تم تصنيفها. لم يعلنوا بهذا بشكل واضح وصريح، ولكن ضمنيا رأوا بأنها تتستر وراء قرار مجلس الأمن، ولهذا كان هناك فكرة لاستصدار قرار جديد، لكن هذا القرار جمد في قبل أن يطرح كمشروع قرار على مجلس الأمن. كل هذه المواقف تشير إلى أن أداء السلطة على الأقل أنا أتكلم هنا من وجهة نظر الغربيين بأنه غير إيجابي. أما فيما يتعلق بآلية التفاوض مع الطرف الآخر، هذه الآلية لم تخرج عن سياقها الذي بدأت فيه منذ البداية. وهناك ما يشبه حالة الحلقة مفرغة في المفاوضات التي جرت في جميع مراحلها. هناك الحركة ما يشبه الحركة الدائرية. يبدأ الحديث عن مفاوضات ولكن يعود الجميع إلى نقطة الصفر، وكأنه لم يحدث أي تطور خلال جميع مراحل عملية التفاوض. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا أستاذ عبد الناصر. أعود إلى السيد مختار الرحبي. أستاذ مختار، الآن أنت تتفضل بالحديث على أن الحكومة لديها نوع من التوجه السياسي الواضح، مرجعيات تبني عليها ما تتحدث عنه في وسائل الإعلام وفي اللقاءات مع المسؤولين الدوليين، لكن في المقابل في كثير من الأوقات نلاحظ أن المسؤولين الدوليين والمبادرات الدولية تأتي دون وضع اعتبار كبير لما تريدها الشرعية، وتتبنى كما تقول الشرعية نفسها وجهة نظر الانقلابيين في بعض هذه النقاط. كيف إذن يمكن تفسير ذلك إذا كانت الحكومة الشرعية تقوم بما عليها أو بما يجب القيام عليها على المستوى السياسي؟ أولا يجب علينا أن نعرف أن الحكومة تتعاطى بإيجابية مع المجتمع الدولي وتتعامل باحترام مع المجتمع الدولي وتتعاطى مع كل المبادرات التي يتم تقديمها بإيجابية ويتم المناقشة، بعكس الطرف الآخر الذي لا يعطي اهتمام لا الأمم المتحدة ولا يحترم اتفاقية. بالتالي الحكومة تتعامل في إطار المجتمع الدولي لأنها حكومة شرعية ومعترف بها، بالتالي يتم الضغط عليها ويتم ممارسة الضغوطات عليها للقبول ببعض الحلول، لأننا في الأول والأخير في أزمة سياسية. فالأزمة السياسية هذه طبعا تكون الحلول فيها مجحفة في كثير من الأحيان، لكن الحكومة ليست مضطرة للقبول بأي ضغوطات وليست مضطرة أيضا للتنازل عن حقوق تراها أنها حقوق للشعب اليمني، يعني أن تتنازل عن تنفيذ القرار الدولي أو عن المرجعيات أو عن، لأننا في الأول والأخير تنازلنا عن المرجعيات، فنحن أيضا سنتنازل عن جزء كبير من أحلام وطموحات الشعب اليمني في إنشاء دولة يعني اتحادية تنهي المشاكل وتنهي المركزية في اليمن، وهي أساس المشكلة في اليمن. بالتالي نحن نقول أن الحكومة لأنها تتعامل باحترام وتتعامل بإيجابية بحكم مسؤولياتها الوطنية ومسؤولياتها الدولية مع المجتمع الدولي، بالتالي تتحرك على هذا الإطار ويتم ممارسة الضغوطات عليها. إذا أشكرك المستشار وزير الإعلام أستاذ مختار الرحبي، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. وأعود إلى أستاذ عبد الناصر. أستاذ عبد الناصر، هل الآن هل يعني هناك تعنت من قبل الميليشيات يعود بسبب أو بآخر ربما للجمود على الأرض؟ ليس هناك نوع من التقدم الكبير بالنسبة للشرعية، فليس هناك مسبب بالنسبة للإنقلابيين أن يقدموا تنازلات، لكن هل ترى أن هذا التعنت سيستمر بالنسبة للإنقلابيين أمام المجتمع الدولي، أمام الضغوط المتوالية أيضا من المبعوث الأممي على سبيل المثال؟ كما ذكرت أخي العزيز، الوضع على الأرض يجعلهم لا يقدموا التنازلات أو ما يطلب منهم، وتحديدا فيما يتعلق بتسليم الدولة وتسليم السلاح وعودة السلطة الشرعية بين قوسين، ولهذا سيستمروا في مواقفهم، خاصة وأن التأثير الخارجي عليهم محدود على عكس الرئيس هادي والحكومة. الرئيس هادي قوته الأساسية تأتي من اعتراف المجتمع الدولي، وبالتالي المجتمع الدولي لديه وسائل ضغط كبيرة على السلطة على الرئيس هادي، فيما الطرف الآخر هو طرف بين قوسين لا يمتلك أي شرعية ولا يمتلك أي وسائل ضغط ممكن للعالم الخارجي، بمعنى هو متبرد، هو مقتصب للسلطة.
لهذا السبب لا يبدو على في الأفق بأن الجميع بأن العملية السياسية ستتحرك للأمام. يعني هذه هي الاستنتاج البديهي لحالة الوضع في اليمن وتحديدا فيما يتعلق بالعملية السياسية، لأن الجمود العسكري وحرب الاستنزاف التي أصبحت اليمن تعيشها، حالة أيضا أن الأداء الضعيف للحكومة الشرعية، النموذج السيء الذي تقدمه في المناطق التي تديرها. يعني خذ على سبيل المثال، لا توجد عاصمة للدولة، عاصمة حقيقية للدولة، عدن أعلنت عاصمة ولكنها ليست فعليا عاصمة، ليس هناك من تأسيس للجيش وطني حقيقي، جيش وطني حقيقي بمعنى جيش مركزي وليس جيش ميليشيات كما هو حاصل الآن في عدن وحول عدن وفي غير هذه المناطق. في حضرموت هناك جيوش إقليمية وليست جيوش وطنية، وهي بدرة للشقاق والفوضى في اليمن وليست للاستقرار. وبالتالي لا يقدم الرئيس هادي ولا حكومته النموذج الذي أيضا يجعل السكان في المناطق التي هي تحت سيطرة الحوثي وصالحها أن يشعروا بأنهم بل اطمئنان، وأقول جزء من السكان لا يشعروا بأنه النموذج الذي يحلمون له به ونحلم به جميعا بدولة دولة المواطنة، دولة الميليشيات. لأنه إن كن البعض يرى بأن ليس هناك من فرق واضح بين أن تستبدل ميليشيات الحوثي بميليشيات تحت مسميات ثانية وإن كانت تحت غطاء الحكومة الشرعية. فالفكرة هنا والمعيار هنا هو بالنتيجة وليس بالمسميات. طيب أستاذ عبد الناصر، يعني وفق هذه المعطيات جميعها، هناك ربما من يتحدث على أن مساعي عبد الملك المخلافي وزير الخارجية هي مساعي جيدة في نهاية المطاف، برأيك هل تكفي لتغيير القناعات الدولية لإعطاء الأمل لنوع من كسر الجمود السياسي يعني في قادم الأيام؟ هل سيحدث ذلك؟ المواقف تحديدا مواقف الدول الكبرى نحو الأزمة في اليمن هي مواقف حتى الآن على يعني حتى الآن وأقول حتى الآن بما يتعلق بالحكومة الأمريكية الحالية، حكومة أوباما، لديها مواقف أو خطوط عريضة واضحة ونهائية تقريبا فيما يتعلق بالشأن اليمني، وكذلك حال بريطانيا والدول الغربية الأخرى وروسيا والصين. لا نعرف الآن ما هي المواقف التي سيتبعها ترامب حين وصوله إلى السلطة في أمريكا، وهو أمر حاسم وفاصل. وبالتالي الجهود هذه لن تغير كثيرا في المشهد ولا في المواقف، خاصة كما ذكرت لك الآن العملية السياسية هي مجمدة والعملية العسكرية هي شبه مجمدة، والكل منتظر حدوث أمر ما، إما دولي خارجي إقليمي أو اختراقات عسكرية مهمة في الداخل. غير ذلك من الآن حتى وصول الحكومة الأمريكية على الأقل لا نتوقع بأن يحدث أي تحرك في المسار السياسي، بما في ذلك انعقاد اللجنة الفنية الذي قرر لها أن تجتمع في الأردن. لا أعتقد بأنها ستجتمع، وحتى لو اجتمعت لا أعتقد بأنها ستخرج بأي نتائج، كونها مهمتها الأساسية هي في تثبيت وقف إطلاق نار، وتثبيت وقف إطلاق نار لن يتم إلا في حال كان هناك تفاهم على حل سياسي. إذن أشكرك أستاذ عبد الناصر المودع، كنت معنا عبر الهاتف من عمان. وبهذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. في ختامها تقبلوا تحياتي أنا وجيه السمان وتحيات الزميل ماهر أبو المجد وجميع أفراد الطاقم الفني.